لا هو يورث العقد هذا يورث ويباع، ويستطيع المستثمر. هذه صورة من صور الاستثمار، هي ليس هذا الاستثمار، لابد أن يكون هذه الصورة. هذه الصورة كانت شائعة عند الفقهاء سابقا وهي جائزة، بمعنى أن الذي عقد معه العقد ما دام يعطي للوقف نصيبه بقدر ما يساوي أجرة المثل، فمن حقه أن يبقى في العقار هو وأولاده، ويمكن أن يبيعه لشخص آخر، ويمكن أن يهبه، ويمكن أن يورثه لمن بعده بعد أن يموت. لكن هو السؤال يعني علي أساس تكون مشاركة، لأنه يصير شريكا، قلنا هو يصير شريكا للوقف. نعم. السؤال علي أساس تكون المشاركة. نعم.